المحاضرة السابعة عنوانها 85 Microprocessor Instruction Set، واللي نقصد به مجموعة الإعازات للمعالج الدقيق الـ 85. الانستراكشن الإعاز هو عبارة عن كوماند، أمر يتم إعطاءه للمايكروبروسيسور حتى ينفذ عملية معينة، أي حتى نعرف المايكروبروسيسور أي عملية راح ينفذها، هل هي عملية جمع، طرح، نقل بيانات، تعامل مع ذاكرة، أو تعامل فقط مع رجسترات. فهذا حناخذه من خلال الانستراكشن تايب. عندنا 5 أنواع. النوع الأول هو Data Transfer Instructions، إعازات نقل البيانات. النوع الثاني Arithmetic Instructions، إعازات رياضية. النوع الثالث اللي هو Logical Instruction، إعازات المنطقية. والنوع الرابع اللي هو Branching Instruction، اللي هي تتمثل إعازات الجمب والكول والريتيرن في حالة عندي سبروتين بالبرنامج الرئيسي. والنوع الخامس والأخير اللي هو Input Output Instruction، هاي في حالة المايكروبروسيسور دي يتعامل مع Input Device أو Output Device، اللي هي إعاز الـ In والـ Out اللي أخذناه بالمحاضرة رقم 6. النوع الأول هو Data Transfer Instruction. في هذا النوع نلاحظ عندي عدد من الإعازات. الإعاز الأول هو Move من R2 إلى R1، طبعا هذا العمود يمثل الإعاز وطريقة كتابته. العمود الثاني مثل العملية شلون راح تتم بين رجستر 2 ورجستر 1، وهنا عندنا فد مثال بسيط إلها. وهنا عندنا after execution، أي بعد تنفيذ الإعاز الناتج النهائي وين حيكون وشنو قيمته. أولا الموف R2 إلى R1 معناه أنقل بيانات من سجل 2 إلى سجل 1. العملية حتتم بهذا الشكل من سجل 2 إلى سجل 1. مثال عندنا، إذا كان رجستر الأول يحتوي على بيانات مقدارها 50 هكسا ورجستر الثاني 70 هكسا، بعد أن يتنفذ هذا الإعاز راح تصير البيانات الموجودة برجستر 2 كوبي لرجستر 1 وتبقى رجستر 2 بيها 70. فهنا نلاحظ رجستر 1 تغير من 50 إلى 70 نتيجة نقل البيانات من رجستر 2 إلى رجستر 1. نقصد رجستر 1 ورجستر 2 هي كل إعازات الـ 85 microprocessor اللي حجمها 8 بت فقط، ما يصير 16 بت، اللي هي مثلاً الـ A، الـ B، C، D، E، H، L. الإعاز الثاني Move من الـ R إلى M، معناته أنقل محتوى الرجستر إلى عنوان موقع الذاكرة اللي محددي بأم. طبعاً دائماً أي إعاز يحتوي على أم معناته لازم أستخدم قبل هذا الإعاز إعاز آخر اللي هو ناخذه LXI. LXIH يشير دائماً إلى الأم، يعني لازم نعرف الأم قبل أن نستخدمه. فهنا نلاحظ السهم يخرج من R إلى M. نفرض بأنه موقع ذاكرة 2050 يحتوي على بيانات FF، ورجستر عندنا أي رجستر لكن حجمه لازم يكون عندي 8 بت وليس pair of register. فهنا عندنا البيانات اللي هي 00 راح تنتقل إلى الأم بعد ما ننفذ الإعاز. الإعاز الثالث موف من الأم إلى الآر، هنا بالعكس العملية راح تنتقل البيانات من موقع ذاكرة إلى رجستر، ونفس الحالة لازم قبل كل أم أستخدم إعاز LXIH حتى أعرف الأم هو شنو يا عنوان دا أتعامل معه. فهنا عندنا البيانات راح تنتقل بهذا الاتجاه من موقع الذاكرة إلى رجستر. ومثال عندنا إذا كان رجستر بي بيانات مقدارها 85 هكسا، وإذا كان عندنا موقع ذاكرة 2002 بي بيانات مخزونة بداخله 90، فهنا إيش حيصير؟ حيصير التغيير، الرجستر راح تنتقل البيانات اللي كانت موجودة بموقع الذاكرة، بينما موقع الذاكرة راح يحتفظ بالبيانات السابقة اللي كانت مخزونة بي، ما راح يتأثر. الإعاز الرابع Move أو MVI، هنا أول 3 إعازات هي تنكتب بصيغة MOV. الإعاز الرابع لازم ينكتب MVI ومختصرة Move Immediate، معناته أنقل بيانات جاهزة. Immediate معناته جاهزة أو متوفرة ضمن الإعاز. Move Immediate أنقل بيانات اللي هي حجمها 8 بت إلى R اللي هو Register، وهنا أيضا أي Register حجمه 8 بت. فهنا عندنا اتجاه انتقال البيانات راح يكون باتجاه الرجستر.
مثال إذا كان الريجستر ببيانات سابقة 70 هكسا والبيانات الجديدة اللي حنقلها إليه هي 30، بعد تنفيذ هذا الإيعاز نلاحظ الريجستر راح تتحول بياناته تتغير من 70 إلى 30. الإيعاز الخامس أيضا MVI أو Move Immediate ينقل بيانات حجمها 8 بت إلى عنوان موقع الذاكرة، وأيضا هنا بما أنه عندي M لازم أستخدم إيعاز LXI للإتش حتى أعرف الأم شنو موقع الذاكرة، أي موقع ذاكرة دا أتعامل وياه من خلال الـ LXIH، وطبعا دائما ويا الـ H ما يصير BC أو DE. هنا البيانات حتنتقل بحجم 8 بت إلى عنوان موقع الذاكرة المذكور بالإيعاز. فمثال عندنا إذا كان عنوان موقع الذاكرة 20-8 يحتوي على بيانات 3F ونقلت له بيانات مباشرة مقدارها 50، فنلاحظ هنا موقع الذاكرة راح يصير بدل 3F سابقا راح يصير 50 اللي هي نفسها البيانات اللي أريد أنقلها إلى. الإيعاز السادس اللي هو يتمثل بالـ LXI. طبعا هنا الإيعازين الأول والثاني والثالث، هذا النوع الأول هو Move، هذا شي يسوي ينقل بيانات حجمها 8 بت. الإيعاز الرابع والخامس أيضا ينقل بيانات حجمها بت، فهنا نحتاج إلى إيعاز ينقل بيانات حجمها 16 بت باستخدام الـ LXI. فنلاحظ الـ LXI ينقل بيانات حجمها 16 بت إلى أما HL أو BC أو DE. ألاحظ هنا ما عندي register وإنما عندي pair of register اللي هي ثلاثة فقط موجودة بالـ 85 microprocessor HL BC DE، ودائما الـ HL استخدمه كpointer للميموري، وأيضا البي والدي أيضا استخدمها كpointer للميموري، لكن الـ HL حصرا مع إعازات اللي بيها M، أي إعاز بي M لازم استخدم قبله LXIH، بينما أي إعاز ثاني ما يتعامل مع إعازات البي M أقدر استخدم كpointer للميموري البي والدي. فهنا عندنا مثلا هذا الإيعاز LXI معناته انقل بيانات بشكل مباشر إلى pair of register H أو B أو D، ما أكتب HL طبعا، أكتب بس H أو B أو D. فهنا عندنا اتجاه النقل حيكون من البيانات مباشرة إلى الـ pair of register. مثال إذا كان عندنا الـ HLB عنوان موقع ذاكرة مثلا، هنا هي كبيانات ما أخذيها اللي هي 2000، والبيانات اللي أريد أنقلها للـ HL هي 2050، بعد التنفيذ ألاحظ الـ HL حيتغير من 2000 إلى 2050 بعد ما نفذ هذا الإيعاز. الإيعاز السابع هو Load Memory Location، معناته أحمل من موقع الذاكرة أحمل بيانات مباشرة تدخل للمعالج وبالضبط إلى الأكيميوليتر. فاللود هو يحمل بيانات من عنوان موقع الذاكرة المذكور بالسؤال، طبعا هذا الميموري لوكيشن معناته عنوان موقع الذاكرة. فهنا عندنا راح نكتب مو أم وإنما يعني ما ينذكر أم بالإيعاز، وإنما ينذكر مثلا 2020 2050، يعني ينذكر عنوان مو مثل هذا الأم، هذا ينكتب أم، بينما هنا ما ينكتب أم وإنما أم إل اللي هي عنوان الميموري لوكيشن، ينكتب عنوان مثل إل دي أي 5050 مثلا. فهنا عندنا حياخذ البيانات يحملها من عنوان موقع الذاكرة المذكور بالإيعاز، شنو به هذا العنوان من بيانات راح تتحمل إلى ريجستر أي. اتجاه نقل البيانات هو حيكون من الميموري لوكيشن أدرس إلى أي، مثلا هنا عندنا ميموري لوكيشن 2020 يحتوي على بيانات مقدارها 55 بالهكسا، والأي يحتوي على بيانات 00، بعد تنفيذ الـ LDA ألاحظ الأي راح يصير ببيانات مقدارها 55، كانت 00 لأنه انتقلت من عنوان موقع الذاكرة 2020 إلى Accumulator. الإيعاز الثامن هو STA Memory Location، أيضا هنا أذكر الأدرس وليس M، لأنه هنا عندنا هذا الإيعاز لازم أذكر العنوان مباشرة. هذا الإيعاز عمله معاكس لللود، الستور معناته أخزن البيانات الموجودة بالأكيميوليتر إلى عنوان موقع الذاكرة المذكور بالسؤال. اتجاه نقل البيانات راح يكون من أي إلى الميموري لوكيشن. مثال إذا كان عندي الميموري لوكيشن 2020 محتوى 55 هكسا، وإذا كان عندي الـ AFF
وبعد تنفيذ هذا الإيعاز اللي هو راح يكون STA 2020، بعد ما يتنفذ راح يحتوي موقع الذاكرة اللي عنوانه 2020FF بدل من 55 نتيجة عملية النقل واستخدام إيعاز الستور. LDAX Register Pair والSTAX Register Pair، هذه الإيعازين اثنيناتهم تكون نفس عمل اللود والستور، بس هنا ايش حنخلي؟ حنخلي Register Pair اللي هو BCDEHL بدل من الميموري لوكيشن ادرس. فهنا عندنا حيكون اتجاه نقل البيانات بما انه لود راح يكون من ريجستر بير اللي هو هنا حيكون شنو بيانات راح تنتقل الى اي. طبعا هنا ريجستر بير هو بوينتر لعنوان موقع الذاكره، يعني هنا هذا ايضا يمثل عنوان موقع ذاكره لكن بصيغه ريجستر بير. راح ينتقل البيانات الموجوده بهذا اللوكيشن او الميموري لوكيشن اللي راح يكون بصيغه ريجستر بير الى ريجستر اي. هنا اتجاه نقل البيانات راح يكون الى اي لانه لود، اي لود راح ياخذ بيانات بينما الستور ينطي بيانات من المايكرو بروسيسور وبالاخص الاكيوميليتر. الميموري لوكيشن هنا عندي اللي هو يكون ضمن ريجستر بير اللي يكون محتوى 8 بت، بعد هذا راح يروح للاكيوميليتر. الستور راح تكون العمليه بالعكس، ما موجود بالاكيوميليتر اللي هو سجل بالمايكرو بروسيسور حجمه 8 بت، شنو موجوده بي بيانات راح تنتقل الى الميموري لوكيشن اللي راح يكون بصيغه ريجستر بير اما بي او دي او اتش. فهنا عندنا الاكيوميليتر انتقال نقل البيانات راح يكون من الاكيوميليتر الى ريجستر بير اللي هو متمثل بهذه الرجسترات البي او الدي او الاتش، ما اكتب بي سي، ما يصير اكتب STAXBC وانما البي، هاي لازم نعرفها. اي ريجستر بير ناخذ فقط الجزء الاول من الريجستر، وطبعا هذا الجزء نسميه اتش اللي هو الهاي، وهذا الجزء الثاني نسميه ال اللي هو اللو. فهنا اتجاه سير البيانات راح يكون من اي الى الميموري لوكيشن اللي متمثل بالريجستر بير. هنا توضيح اكثر على اخر إيعازين اللي هي ال STAX Register Pair و LDAX Register Pair. معنى Register Pair هو زوج من السجلات اللي هي عندنا ثلاثة بال 85 مايكرو بروسيسور. هنا شنو معناه؟ معناه Register Pair مثلا ال HL راح يكون بداخله مخزون عنوان موقع ذاكرة مثلا 2050، فمحتوى هذا العنوان راح يكون اي. خلينا نلاحظ على هذا الشكل اللي هي الميموري، ميموري تحتوي على موقع ذاكرة عنوانه 2050 محتوى AA. فدائما إذا أريد أرمز للمحتوى موقع ذاكرة راح أحصرها بهاي الأقواس المربعة، وبالداخل أكتب الميموري لوكيشن أدرس العنوان موقع الذاكرة، والمحتوى راح يكون بهالصيغة AA بالهكسة. فهنا عندنا ريجستر بير بداخله راح يكون مخزون عنوان موقع الذاكرة، ما موجود بهذا العنوان من بيانات مثلا راح تنتقل الى اي او ترسل الى بالعكس، يعني اما تنتقل الى اي او داخل هذا العنوان تنتقل لبيانات من اي في حالة إيعاز الستور الخزن. النوع الثاني من الإيعازات هو الارثمتيك انستراكشنز. أول إيعاز بي هو add R. add R معناه أجمع البيانات الموجودة بالأكيميوليتر اللي هو سجل A مع الرجستر. طبعا هنا R هي أي رجستر داخل المايكرو بروسيسر حجمه لازم يكون 8 بت، والناتج وين ينخزن؟ ينخزن بA. فهنا حيجمع add R ينكتب بهاي الصيغة المحصورة بهذا المستطيل add R، مثال عليه add A add B add C add D، معناه اجمع البيانات الموجودة بالأكيميوليتر مع الرجستر والناتج راح يرجع ينخزن بالأكيميوليتر. الإيعاز الثاني أو المشابه للadd R هو add with carry، يعني يجمع البيانات الموجودة برجستر A مع البيانات الموجودة ضمن الرجستر المذكور بالإيعاز اللي هو RA رجستر قلنا حجمه 8 بت مع الكاري. مع الكاري، الكاري هو بت ضمن الفلاج ريجستر اللي فائدته هو يعرض حالة الأكيميليتر،
والناتج النهائي كله ينخزن بأي. النوع الثاني هو add M، معناه اجمع البيانات المخزونة بالأي مع البيانات الموجودة بالميموري لوكيشن، والناتج ينخزن بالميموري بالأي. هنا عندنا الميموري اكتبها بشكل M، ولازم قبل كل M نستخدم إعاز LXIH حتى أعرف الأم شنو عنوانها. الإعاز المشابه للآد أم هو آد with carry أم، يعني اجمع البيانات الموجودة برجستر أي مع البيانات المخزونة بعنوان موقع الذاكرة اللي هو أم زائد الكاري، والناتج ينخزن أيضا بأي. الإعاز الثالث هو آد أي، آد إميديت، يعني اجمع البيانات الموجودة بالأكيميوليتر مع البيانات المذكورة مباشرة بالإعاز، والناتج ينخزن بالأكيميوليتر. آد أي 8 بت أيضا آد إميديت، بس هنا شنو راح يكون الفرق؟ هنا راح يكون يجمع مع الكاري، بس هذا الإعاز لازم يكون بدل الأي بخطأ، لازم يكون بدل الآي عندي سي، فيكون ADC 8 بت مثل هذا الإعاز، بس بدل الأم وبدل الآر موجود 8 بت. بس طلاب هنا انتبهوا، بدل الآي لازم يكون سي، لأنه حجمع البيانات الموجودة بالأكيميوليتر مع 8 بت مع الكاري، والناتج ينخزن بأي. فشكل هذا الإعاز يكون مثل هذا الإعاز وأيضا مثل هذا ADC بدل الآي، يكون لازم سي. الإعاز الرابع سب آر، معنى اطرح البيانات الموجودة بأي من البيانات الموجودة بآر اللي هو أي رجستر حجمه 8 بت، والناتج ينخزن بأي. اس بي بي آر، معنى اطرح البيانات الموجودة بالأكيميوليتر من البيانات الموجودة برجستر أي رجستر حجمه 8 بت ناقص الكاري، والناتج بأي. يعني الـ SBB راح يكون عكس إعاز الآد اللي أخذناه بالإعاز الأول اللي هو ADCR عكس SBBR. هاي الإعازات ضروري تحفظون إملاءها وشون يعمل الإعاز والناتج الخزن النهائي وين راح ينخزن. الإعاز الخامس اللي هو SUBM، صب أم معناه أطرح البيانات الموجودة بالأكيميوليتر من البيانات الموجودة بعنوان موقع ذاكرة محددي بالأم، والناتج راح ينخزن بالأي. ونرجع نذكر بأنه أي إعاز يحتوي على أم، معناه قبل هذا الإعاز لازم أستخدم إعاز LXIH حتى يعرف الأم شنو عنوانه. SBB أم معناه اطرح البيانات الموجودة بالأكيميوليتر من البيانات المخزونة بموقع ذاكرة من الكاري، والناتج راح يكون بالأكيميوليتر. SUI، الSUI معناه Sub Immediate، وهنا عندنا 8 بت، معناه اطرح البيانات الموجودة بالأكيميوليتر من 8 بت المذكورة بالإعاز بشكل مباشر، والناتج ينخزن بالأكيميوليتر. SBI 8 بت معناه أطرح البيانات الموجودة بالأكيميوليتر من 8 بت من الكاري، والناتج راح ينخزن بأي. هاي كل إعازات الجمع والطرح للـ 85 مايكرو بروسيسر. اللي تحفظوه شنو؟ لازم تحفظون كيفية كتابة الإعاز، الصيغة مالته، وتفهمون عمله وين يخزن الناتج النهائي. وأخلي بالي كل إعازات رياضية الناتج النهائي راح ينخزن بالأكيميوليتر. وبهالحالة بما أنه الناتج راح ينخزن بالأكيميوليتر، ف all flag are affected for this above instruction، يعني كل الفلاج راح تتأثر. طالما الناتج النهائي ينخزن بالأكيميوليتر وعد الأكيميوليتر flag أو status flag اللي يعرض حالة هذا الأكيميوليتر، فكل هذا الرجستر اللي هو فلاج رجستر كلها راح تتأثر. الإعاز السابع INR
ار معناه increment register، يعني ازيد محتوى register بواحد فقط. INX register pair، طبعا هنا انتبه register اي register هو حجمه 8 بت. INX R pair أو register pair معناه أزيد محتوى register pair بواحد فقط. register pair هي ثلاث أنواع ذكرناها سابقا. ثامنا INRM معناه أزيد محتوى موقع الذاكرة اللي معرفته مسبقا بال HL، أزيد المحتوى بواحد، والناتج النهائي راح ينخزن بنفس المكان، أي بنفس المحتوى للميموري لوكيشن. DCXR pair معناه أنقص أو decrement register pair، محتوى register pair أنقصه من واحد والناتج النهائي ينخزن بالregister pair. DCRR معناه decrement، راح أنقص الregister اللي حجمه 8 بت من واحد فقط، والناتج النهائي ينخزن داخل الريجستر نفسه. DCRM معناه أنقص المحتوى لعنوان موقع الذاكرة من واحد. انتبه، أنقص المحتوى وليس العنوان، أنقص محتوى الميموري لوكيشن بواحد، والناتج راح ينخزن داخل هذا الميموري لوكيشن. DAD register pair، هذا الإيعاز معناه أجمع البيانات المخزونة بالHL مع الرجستر pair، والناتج راح ينخزن بالرجستر pair. مثال عنا DAD BC أو DAD DE،